علي الرياني كان جاي من سربات بوعزة البتولي عند قيادة السماعلة، وهذا هو المقدم ديالنا السي بوعزة، وهذا العود ديالو ما شاء الله. وحنا السربة ديالنا كتكون من 25 عود، وبيناتنا ولاد العم وكاين شي ضيفان جاو عندنا، ولكن أغلبية ولاد العم وصحاب وخوت هادشي اللي كاين. كاين شباب، أغلبية شباب، أغلبية شباب، حتى هو راه باقي شاب تبارك الله. كان ديما ضروري يشاركوا موسم ديال ابي الجعد، هذا عندنا عاده ضروري ومؤكد ضروري نحضروا موسم ديال ابي الجعد. كنشاركوا في موسم ديال ابي الجعد صافي، خاص يكون الناس عندنا صحابنا تما خاصنا نمشيو نعاونوهم ونساندوهم ونشاركوا معاهم، ماشي كل واحد كنعاونوه في مره. واش يمكن لك تقول على المقدم؟ مقدم السي بوعزة هرم من اهرام تبوريده، سميتو على كل انسان. الاب ديالنا الروحي وشيخنا هو اللي معلمنا، راه معروف على السعيد الوطني كامل. على سبيل المثال هناك فريق تبوريده من مدينه قلميم من الاقاليم الجنوبيه اللي جاوا مساهمين معنا في هذا الموسم في نسخه 2022، والحمد لله اجواء التبوريده كتمر في احسن الظروف، مشاهدات الخياله، الاشاره للمحرك كيتوفر على فضاء التبوريده، كيتوفر على محركين كيتستغل من طرف الفرق المشاركه جميعا. هاد السنه هذه رغم ان القطاع ديال الموسم جراء كوفيد 19 كان واحد سنتين، هاد النسخة هذه كان واحد التخوف قبل ان ربما ما يكونش المشاركة، ولكن الحمد لله هاد المشاركة ديال العدد ديال الخيالة طريق ما يقارب 98 صربة وما يعادل واحد 1250 فارس، هاد العدد هذا للإشارة فهاد السنة هذه جميع المواسم نسخ المواسم ديال السعيد الوطني فأبي الجعد هو اللي شارك فيه أكبر عدد من الخيل على الصعيد الوطني. في هذا الاطار هذا باغي نوجه الشكر الجزيل للسيد عامل الاقليم اللي فعلا مساندنا ومتبع معنا التنظيم كامل وواقف عليه وديل الكثير من الصعوبات اللي لقاتنا، الحمد لله له جزيل الشكر. كذلك السلطه المحليه بابي الجعد، الامن الوطني، الوقايه المدنيه، القوات المساعده، اعضاء الجماعه من منتخبين، كذلك موظفو الجماعه وعمال العرضيين اللي كيقوموا بواحد المجهود كبير. واحد الاستثناء كان هذه السنه في نسخه سنه 2022 هو ان بعض ابناء المدينه اللي خارجين من المدينه الغيورين على المدينه او نسميهم ابناء البراره للمدينه، الحمد لله واكبونا في التنظيم كذلك وديل واحد الصعوبات اللي كثيره، لدرجه ان السهرات الفنيه اللي كتنظم حاليا في نسخة سنة 2022 تكلفوا بها كاملة من أول ديالها للأخير، والحمد لله واحد النوعية ديال النجوم وديال التنظيم ديال السهرة اللي ما عمرو كان في مدينة الجعد، وكنتمناو أن هاد تضافر الجهود اللي كان هاد السنة هذه أنه يدوم السنوات المقبلة ونقدروا نلتقيو إن شاء الله بهاد التظاهرات ديال الموسم أبو عبيد الله محمد الشرقي، اللي هي صراحة فرصة كبيرة أنها تتخلق واحد الرواج اقتصادي محلي، وهي فرصة اللي كنتلاقاو مع زوار ديال أبناء المدينة اللي خرجوا على المدينة قبل، ولا ناس مستثمرين اللي سمعوا الموسم وجاو خداو فرصة أنهم يزوروا المدينة، وتتكون واحد الفرصة أن نناقشوا معاهم إمكانيات ديال الاستثمار في المدينة القصد خلق فرص شغل إن شاء الله في المدينة، وهذه هي الغاية إن شاء الله.